أي نوع من المستشارات الرائعة تعمل في مخيمنا؟ انظر! فتيات، ما هذا؟ ماذا تقصد يرتدون بدلات؟ إنها بدلات السجن معلم ماي. معلم ماي، كيف استطعت أن تسمح لهم بالعمل في مخيمنا؟ فتيات، لا يمكنكم العيش من دون مغامرات. من أين حصلتم على هذا؟ ماذا تقصد معلم مايك؟ من النت. لقد أجرينا تحقيقا. معلم مايك الذين يسمون أنفسهم مستشارات يجب أن يكونوا الآن يحزمون أمتعتهم ليرحلوا، إلا سنتصل بالشرطة. فتيات، إنهم أفضل المستشارات وأنتم تعبثون معهم. ربما كانوا يصورون فيديو تيك توك، أو ربما هو الهالوين. ماذا معلم مايك؟ لقد ظننا أنك ستساعدنا. فتيات، أنتم فقط تضخمون الأمور. حسنا معلم مايك، عندما يثيرون المشاكل هنا سيكون فات الأوان. هو ستفهم معلم مايك. وأنتم جوب وبوب، أما زلتم تحبون سامر وسام؟ لكنهم ليسوا معجبين بنا. شباب ابقوا بعيدين عنهم، إنهم خطيرات. قريبا سنفتح جميع أسرارهم. ليس أحد يصدق كلامنا لأن المعلم مايك يشك بنا. أجل، إنهم خطيرات، هذا مؤكد. فتيات، هذه ألد سناكس، استمتعوا. شكرا جي جي. أعطينا بعض البوب كورن أيضا. خذوا فتيات هذا البوب كورن. أوه أولاد، مرحبا. مرحبا سامر وسان. أولاد أين تركضون؟ تعالوا لغرفتنا، اشترينا البوب كورن وسناكس. الجو حار في الخارج والمسابقة تكون في المساء فقط، وفي غرفتنا لدينا مكيفات هواء. حسنا. هل جننتم؟ لن أذهب. وين ديانا لن تتحدث معي؟ حسنا، سنأكل البوب كورن ونرحل. فقط البوب كورن. أجل كيرين، نأكل البوب كورن وسناكس ونذهب. حسنا. لا أفهم، ما هذا؟ هل سامر وسام مع لاعبي السلة؟ هل جاءوا هنا لبناء عش حبهم؟ سامر وسام لنتحدث. مرحبا الفراولات. حسنا شباب، اذهبوا، سنلحق بكم. ما كل هذا؟ هل فقدتم عقولكم؟ أخبرناكم أن تعبثوا مع الجميع حتى لاعبي كرة السلة. جوب وبوب عزاب، لكننا لم نحب جوب وبوب، إنهم أغبياء حقا. صحيح، أغبياء. ولاعبو السلة أذكياء، سيعرفون الأمر بشكل أسرع. ثم أنتم ونحن، كل شيء سيكون بخير. حسنا، سنذهب لنشاهد فيلما. هل فتيات بوني يعلمون ماذا يحدث هنا؟ غالبا ليس بعد. لو كانوا يعلمون لكانوا لقنوا لعب السلة درسا. أنا قلقة بشأن أمر آخر، تعلمون ماذا أقصد؟ هيا كنوبا اتصلي. ديانا اتصلي أنت. كنوبا، توماس كان صديقك أنت. صحيح كان. هيا كنوبا لا تصعبي الأمر، اتصلي. وماذا يجب أن أخبره؟ أخبريه أننا في خطر وأن المستشارات غريبات ولعب السلة تحت تأثيرهم. وهل تظنين أن توماس سينقذنا؟ لا كنوبا لن ينقذنا، لكن فليعطينا نصيحة على الأقل. حسنا. ألا توماس، مرحبا. حسنا، نحن في خطر، اكتشفنا بعض الأشياء عن المستشارات التي جاءوا إلى معسكرنا. أخبريهم أن لاعبي السلة أصبحوا معهم ونحن بقينا بمفردنا. اسمع توماس، لم أتصل بك أبدا، أتعلم لماذا؟ لأنك خائن. كنوبا لا تتحدثي عن هذا الآن، سيقفل الخط. حسنا، لقد قمنا بتحقيق ووجدنا صورة المستشارات بملابس السجن. ماذا يجب أن نفعل؟ نحن خائفات. توماس مرحبا، يجب أن تأتي، نحن خائفات. حسنا توماس، شكرا على النصيحة، وداعا. ماذا قال؟ قال أنه يجب أن نتصل بالشرطة وليس به. نتصل بالشرطة، ويقولون أن الفتيات كانوا يصورون التيك توك أو ارتدوا ذلك لأجل الهالوين، لن يصدقونا. اسمعوا، ماذا إن أخبرنا المستشارات أننا نعرف كل شيء عنهم؟ وماذا إن فعلوا لنا شيئا؟ ماذا سيفعلون؟ إنهم اثنين ونحن أربعة، سيعرفون أننا اكتشفنا كل شيء يخصهم ويجمعون أغراضهم ونطردهم. هيا فتيات، نحن قويات، يمكننا أن نلقنهم درسا. نحن باني، أود أن نلقنهم درسا سامر وسام. حسنا فتيات، إذا لنستعد لكل ما سيحدث. مستعدات. أنا أيضا مستعدة لنطرد تلك المستشارات من المخيم. فتيات الهواتف. أجل. جيد، بمجرد أن يخرجوا من الغرفة سنبدأ بالتقاط الصور على الفور. لماذا؟ لنرى الصور للمستشارات ونخبرهم أننا رأينا كل شيء. وإن لم يعطونا النقاط سنخبر بوني بكل شيء. سنجمع أكبر عدد من النقاط لنحصل على الجائزة. أنت ذكية. إذن وداعا، كان لذيذا. اشتروا البوب كورن وسنعود. شباب إلى أين أكلتم كل الفشار والآن تذهبون؟ أجل، لم نشاهد الفيلم حتى. شاهدنا هذا الفيلم 100 مرة تقريبا. وداعا. تبعاً، رحلوا.
لا تقلقي، سيعودون إلينا مجددا. أيتها المستشارات، رأينا كل شيء. كل شيء هنا. وماذا، هل تغارون لأن لاعبي السلة يأتون لزيارتنا؟ بالمناسبة لا يمكنكم أن تلتقطوا الصور من دون إذننا. نحن نفعل كل ما نريده. سنري هذه لباني، لكن يمكننا ألا نريه مقابل النقاط. النقاط لنا وليس للفراولات. بدأت التهديدات. أتعلمون ماذا فتيات؟ اذهبوا. ماذا؟ تبا، إنهم مختلفات حقا. إذا هل نمسح الصور الآن؟ لا، سنريها لباني. ماذا نفعل؟ المستشارات يخونوننا. أنا أتحدث عن هذا أمام جيجي. لن أذهب لأي مكان سواء سرقتم أم لا. أنا فراولة وسأبقى معكم. إذا عدينا عنك لن تقولي أي شيء مما نتحدث عنه هنا. حسنا، أعدكم فمي مغلق. حسنا جيجي، المستشارات صديقاتنا. كانت ستأتي مستشارات أخرى، لكننا اهتممنا بالأمر. اهتممنا بكل شيء لنحصل على الكثير من النقاط ونفوز بالجائزة. ماذا، هل فقدتم عقولكم؟ لقد وعدتنا، أتتذكرين؟ أجل، إنه أمر جنوني حقا، لكن جيجي تحب الأشياء المجنونة. لكن بوني، السماد، لا أعلم بما أناديهم، لقد شعروا بشيء. لقد شعروا حقا، لقد عرفوا ماضي صديقاتنا. وماضيهم فظيع. إذا عندما أصبحت بوني سمادا، هل دبرتم هذا أيضا؟ تخيلي، أجل، أردنا أن نكون الأروع. الفضل لنا الآن في أنك فراولة ولست سمادا. أجل، أنا فراولة وأمي فخورة بي. وفتيات مرحبا، سنسبح، تنضمون؟ لا، لأنكم تغرقون رؤوسنا في الماء. هذا رائع، إغراق الرأس. لدينا عوامة فراولة، سنركب عليها. جيجي، يمكنك أن تركبي مع صديقك السابق على العوامة. لا أريد، دعوه يركب بمفرده. حسنا الفتيات، يجب أن نفكر في شيء، لأنه سيتم طردنا من هنا مع المستشارات. أصمتي، المعلم قادم. فتيات، لم تجلسون اليوم يوم السباحة؟ لنذهب ونسبح. شكرا معلم مايك، لدينا مشاكل اليوم. مشاكل في العطلة الصيفية؟ لا تعرفون كيف تستمتعون. سنتحدث بجدية الليلة مع المستشارات، سنشرح لهم ونذكرهم كيف جاءوا إلى هنا. تبن بوني، تأخرنا، لقد رأونا. أنا تراجع، نتابع. ماذا، هل نستدير؟ شباب، لما توقفتم؟ لما تجمدتم؟ تعالوا هنا، يجب أن نتحدث. تبان، هيا بنا. قد أمسكونا. ارفعوا رؤوسكم، نعلم أنكم محرجين. لن نسألكم أي شيء عن ماذا فعلتم مع المستشارات البارحة، أو ماذا كنتم تفعلون هناك. لقد أصلحنا الصنبور. أنا أيضا. كم من مرة ذهبتم لغرفتهم؟ مرة. لا تذهبوا هناك بعد الآن. أتعلمون نحن نعيش تحت نفس السقف مع مجرمات خطيرات. إنهم مجرد فتيات عاديات. أجل، لا يستطيعون إصلاح الصنبور. المجرمات يمكنهم إصلاح الصنبور. كم أنتم ساذجين. انظروا، ما رأيكم؟ هذا مضحك، ستضحكون عندما يفعلون لكم شيئا. ماذا، ألا ترون ماذا يرتدون؟ إنها ملابس السجن. لا، إنها بدلة الطباخ. بالمناسبة سان كانت أثقل بخمس كيلوغرامات، والآن شكلها رائع وليس سيئا. تيمار، ما به تيمار؟ قلت فقط ما رأيته. حسنا، لا تعبثوا معهم مجددا، فإلا ستغادرون المخيم أيضا. فتيات بوني، مرحبا. لا نرغب أن نحزنكم، لكن التقطنا صورة رأيناها للتو عندما ترك لاعب السلة غرفة المستشارات. يمكنكم أن ترى. وماذا حدث اليوم؟ أصلحتم الصنبورة مجددا؟ لا، ذهبنا لنأكل البوبكورن ورحلنا على الفور. أرادوا أن نشاهد معهم فيلما لكننا رفضنا. رائع، تعرفون كيف تقولون للفتيات. أترون؟ لا شكرا، صدقناكم. حسناً ديانا، يجب أن نفعل شيئاً بخصوص تلك المستشارات. أعطوا كل النقاط للفراولات، بعد المسابقات غير عادلة، ألم تلاحظوا؟ لاحظنا برتقالات، نحن نحاول أن نحل الأمر. برتقالات، هل أنتم في صفنا؟ ليس ببعيد، كنتم تتحدثون مع الفراولات عن شيء. الفراولات لا يريدون التحدث معنا، إنها مغرات. حسناً فتيات، هيا، ما زال علينا أن نجد المستشارات. وأيضاً شباب، إن أمسكناكم في غرفتهم مجدداً، سيكون آخر يوم لكم في المخيم. فهمنا، لكن نحن عزاب. أيتها الجاسوسات، إن أعدتموها مجددا سنعيدها عدة مرات. لا تدعوني لغرفة المستشارات بعد الآن، ولا أنا، لدينا صديقات. وكأن هذه مكيدة. كفص مع الإهداء، مستشارتين ولاعبي سلة.
سامر لنضع المكياج اليوم لكي يقع لعب السلة في حب جمالنا. أجل، ربما كيريل يدعوني للرقص اليوم حتى أنه يمكنه أن يقبلني. أنت سريعة جدا. وماذا؟ حسنا، لنصمت ونضع المكياج. أجل، هيا. نعرف كل شيء عنكم. لولو وليلي، يجب أن تطرقوا الباب. نعرف كل شيء عنكم. نعرف كل شيء عنكم فتيات. اجمعوا أغراضكم وارحلوا من هنا قبل أن نتصل بالشرطة وقبل أن نريهم هذه الصور. اختاروا. هذا لا يثبت أي شيء. أتعلمون كم من الناس يتشابهون في هذا العالم؟ مكتوب هناك لولو وليلي ونحن سامر وسان. لا أريد أن أخيب ظنكم فتيات، لكنهم ليسوا نحن. أعطني هدرا، رائحة المكان سيئة. حسناً، محاولة جيدة لولو وليلي. انتظروا، سنثبت أنهم أنتم. هيا فتيات. تباً، كيف اكتشفوا الأمر؟ لا أعلم. حسناً، لا تقلقي، لدينا أسماء مختلفة الآن. ماذا إن أثبت أنهم نحن؟ لن يفعلوا. لا يمكن للناس أن يتشابهوا هكذا. إنهم هم 100%. لكن كيف سنثبت هذا فتيات؟ سنعمل على هذا. أجل، تنتظرنا الكثير من المغامرات في هذه العطلة. وجدتها، يجب أن نضغط على الفراولات. ولم الفراولات؟ لأنهم صديقاتهم. شباب، تمنوا لنا الحظ لكي نكشف تلك المحتالات. ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا.